بخير بلدنا. الخامسة من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. نشرة الأخبار يتم مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح 49,446 رأسا من العجود البقري والجاموسي والأغنام والماعز البلدية من إنتاج الوزارة بالمحافظات المختلفة استعدادا لعيد الأضحى المبارك بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى لرفع العبء عن كاهل المواطنين. ذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم طرح 14,900 رأس من عجول الجاموس البلدي بسعر 50 جنيها للكيلو قائم و 26,799 رأسا من عجود البقر البلدية بسعر 55 جنيها للكيلو قائم و 7,747 رأسا من الأغنام والماعز بسعر 60 جنيها للكيلو قائم. وشدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة إحكام عمليات الرقابة على منافذ البيع كافة لضمان عدم التلاعب والتأكد من البيع بالأسعار المعلنة وللمواطنين وليس للتجار. نهاية الخامسة وهذا تذكير. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.